شوفي دائما انا حريصه في مشاركتي في المهرجانات. اولا اكيد ندعم المصممين العرب. ثانيا بحب يعني يكون تواجدي زي ما ذكرت انه يترك بصمه. فانا يعني خاصه في مهرجان كان لانه اول ظهور لي في هذا المهرجان العالمي اخترت اطلالتين يكونوا مختلفين تماما عن بعض. واحد من ميزويا هي مصممه مصريه فرنسيه واعتمدت فيه اللي هي ذا سندريلا لوك يعني اللي هي المنفوش لانه اول يوم. ثاني يوم اخترت تصميم من جورج شقرة مصمم لبناني طبعا انه يكون عكس تماما اول لوك يكون فيتنج يعني فيتد علي. فناخذ صراحة احيانا شهور في ان الواحد يحصل الفستان المناسب للإطلالة. ويعني الحمد لله انه انا دائما بحاول قدر المستطاع اني اكون متجددة في إطلالاتي مواكبة للموضة, بس على في نفس الوقت اهم شيء اختار الشيء اللي يناسبني انا كامرأة خليجية عربية يعني موجودة في مهرجان عالمي. أولاً مراكش مدينة رائعة لسه ما حصلت لي الفرصة أني يعني استكشفها بشكل كبير. كنت متواجدة كمان هناك, كان في فاشن شو للأسف ما قدرت أحضره عشان مواعيد التصوير. إن شاء الله أنا كثير متفائلة بهالعمل لأنه رح تشوفوني بشكل مختلف تماما. هو عن السيرة الهلالية وأنا بأدي دور خضرة الشريفة, بأديها وهي صغيرة وهي كبيرة. فأنا بحطوا لي لغيد وشعري أبيض والمسلسل كثير إيموشنال لأنه هي القصة كمان فيها كثير أحداث. يعني مش حابة أحرق كثير, هي 8 حلقات إن شاء الله رح تكون على منصة عالمية. التصوير في الصحراء المغربية قرب جبال أطلس, في الظهر حر وفي البرد وبالليل برد شديد, بس مستمتعة بشكل رائع. وصراحة الكرو المغرب اللي معانا على الأرض فنانين ورائعين, وهذه أول مرة أشتغل مع يعني فنيين مغاربة ما شاء الله عليهم يعني so professional. يعني أنا فهمت من طاقم الإنتاج أنه أغلب الأعمال التاريخية والأعمال اللي فيها معارك حروب تصور في المغرب, واليوم عرفت ليش, لأنه فعلاً أنت بتتكلمي عن مستوى عالمي من ناحية الفنيين والتصوير والطبيعة كمان. غيرت الكثير بس ما كان تغيير فوري. هي التغيير بيصير فعلا كل ما تكبر بنتي كل ما أنا بتغير, أنا منها بتعلم. يعني أنا مؤخرا والله تعلمت منها شيء إن لما ما يعجبني شيء لازم أقول لا. تعلمت أقول لا لأنه هي أنا لما بحاول أقنعها بشغلة بتقول لي لا عادي, فأنا قررت أني ما أقمعها. وهو للأسف شيء يمكن إحنا كعرب متعودين إنه دائما يعني إنه خلاص يعني إحنا كأهل نقمع أولادنا ولازم يسمعوا كلامنا, بس لازم إحنا كمان نعطيهم فرصة يعبروا عن رأيهم ويكونوا شخصيتهم. هي مش حابة تعمل شغلة أحاول أفهم ليش, إذا اقتنعت ماشي يعني أو أحاول أقنعها بس ما يكون عملية قمع. ومنها أنا تعلمت إنه ليش أنا دائما بقول نعم على أي شيء وكل شيء حتى لو شيء ما رح مش مقتنعة فيه أو رح يأذيني. فبالعكس يعني الله يخليها لي. ومؤخرا كانت معايا في إطلاق ديزني وحطيت فيديو وهي يعني شفت كمية الفخر, لأن أنا طبعا كأم زي أي أم بشعر بتأنيب ضمير إنه أنا هي مش معايا مش متواجدة معي, بس هي حاليا عندها مدرسة وأنا عندي شغل وموقع التصوير جدا صعب. وأنا مثلا عشان أوصل طنجة يعني أنا طيارة 8 ساعات بعدين سيارة 1.5 ساعة للرباط بعدين قطار 2 ساعة عشان أوصل, على طفلة صغيرة هذا شيء مرة متعب يعني صعب أحطها في environment يعني. يعني بس هي نظرة الفخر لما شافتني على المسرح كانت تكفي أنه تخفف شوي من تأنيب الضمير أنه أنا يمكن مش قادرة أتواجد معاها بكثرة, بس أنا تواجدي معاها بيكون بالكواليتي تايم مش بالكوانتيتي. يعني بعطيها من وقتي عشان كده ما كتير بصور معاها لما أكون موجودة في دبي لأنه أنا حابة أركز بس وقتي لها فقط خارج عن السوشيال ميديا. شوفي هو حاليا مع كثرة السفر وكثرة الانشغال يمكن خفت شوي انه نشوف بعض. يعني حتى مثلا ذكرت سلمى بن عمر من اقرب الصديقات لي, يمكن انا صار لي 4 شهور ما شفتها. حلوة الصداقات بس حلو يكون كمان لها حدود, لأنه في النهاية كلنا بنتغير كلنا بنتطور. في أمور أحيانا بيكون فيها قد يحدث بعض سوء التفاهم, فالحلو الواحد يكون على علاقة متساوية من الجميع. في بعض المقربين أنا دايما بقول هم الأهل هم الأفضل يكونوا من الدائرة المقربة, خاصة أنه في مجالنا في كثير تعب.
في كثير إرهاق، في كثير أحيانا يعني أشياء بتصير خارج عن إرادتك. بس أنا إجمالا إنسانة محبة للخير، محبة للصدقات، بحب كل الناس، بحب الناس تكون مبسوطة يعني. ف يعني حلوة الصدقات، بس زي ما ذكرت تكون بحدود معينة، يعني يكون لها حدود. اولا لوجين تبقى اخت وعزيزه وصديقه، يعني هي كانت يعني اكثر من صديقه، يعني هي تعتبر من الاهل يعني، وعشان كده ذكرت يعني عادي بتصير العلاقه، بتصير عفوا بعض الخلافات. اكيد مش حابه يعني ندخل في هالموضوع لانه هو شوي طويل، بس في النهايه يعني اكيد عادي، ممكن طبعا الامور تعود الى مجاريها. يعني انا مكن لها كل الحب والتقدير في النهايه، زي ما ذكرت أخت وعزيزة وصديقة، وما زلت طبعا على تواصل حتى مع والدتها، فعادي كل شيء، كل شيء جايز، مش غلط. أنا أتذكر يمكن من أوائل المقابلات اللي سواها سعد كانت معايا، وأتذكر أنه عملت ضجة هذه المقابلة. سعد إنسان جدا خلوق، جدا متواضع، حباب، صارت له ظروف وأنا سعيد أنه هو قادر يتخطاها، وبرافو عليه، برافو عليه المليار. يعني هو اشتغل واجتهد وعشان كده وصل، يعني بالعكس هو قدوة في هذا الموضوع، أن مع الشغل ومع التعب الإنسان قادر أنه يتخطى كل الصعاب، كل التحديات، وأنه يقدر يحقق شيء لنفسه يعني. فبالعكس بنقول له مبروك والمزيد من التقدم والنجاحات أكيد لسعد. مرحبا بكم وشكرا على محبتكم لي. بحاول أتكلم أهدر بالمغربي بس يعني أحبكم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.